يقول أيضا: إذا ترك الإنسان معظم فروض الصلاة ولم يصليها، وبعد ذلك أراد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويؤدي ما عليه وما فاته من الصلوات، فماذا يفعل؟ وهل عليه إثم في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. الصلاة هي أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، أي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وجاء من التأكيد في حقها والحث على المحافظة عليها ووعيد المتخلفين عنها والمضيعين لها آيات وأحاديث صحيحة تدل على أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام، لأنها عمود الإسلام، ولأن من حافظ عليها إنه يكون محافظا على بقية دينه من باب أولى، ويكون متجنبا لما حرم الله، قوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلا دين بعد الصلاة، ولهذا ورد في الحديث: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون منه الصلاة. الصلاة شأنها عظيم، ولا يجوز لمسلم أن يتهاون بها، ومن تركها فقد كفر، كما دلت على ذلك الأحاديث والآيات القرآنية، سواء كان جاحدا لوجوبها أو كان متكاسلا مع إقراره بوجوبها على الصحيح، فإنه يكفر بتركها، لأنه لم يقم دينه ولم يحافظ على صلاته. ولكن من تاب إلى الله عز وجل توبة صحيحة وحافظ على صلاته في مستقبل عمره فإن الله يتوب عليه، لأن التوبة تجب ما قبلها. الله جل وعلا يقول: خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فالتوبة تمحو ما قبلها إذا كانت توبة صحيحة، ولا يلزم من تاب من ترك الصلاة فيما مضى أن يقضي الأوقات التي فاتت، وإنما يلزمه أن يحافظ على صلاته فيما بقي من عمره إلى أن يتوفاه الله، وذلك يكفيه إن شاء الله، لأنه كان في فترة تركها كان ليس على دين، فإذا تاب إلى الله دخل في الإسلام من جديد، يحافظ على صلاته في مستقبله ويتوب الله عليه إن شاء الله. بارك الله فيكم.